لذلك هنا الحل الإشكال كما قلنا في فهم الحواس ماذا تعطي والعقل ماذا يعطي. العقل يعطي سببية والحواس تعطي اقتران، الحواس تعطي اقتران. قال إذ هذا المعنى لا دلالة للمادة عليه أصلا، لا دلالة للمادة عليه أصلا، للعادة عفوا، لا دلالة للعادة عليه أصلا. وهذا المعنى لو فهمناه فهما دقيقا فقط هذه جملة الإمام السنوسي حقا أغلب ما يسمى بالشبهات الفيزيائية المعاصرة حلها هذا الذي يقوله هنا الإمام السنوسي، الكوانتم فيزيكس وغير الكوانتم فيزيكس التي يدعون أنها تبطل القول بالإلهيات، أين جهة الإبطال؟ هل أصلا في الكوانتم فيزيكس التي هي أثبتت أن الاقترانات التي نحن الآن ندركها بحواسنا هي غير دقيقة وهناك اقترانات أخرى نحن لا ندركها، إذن الفيزياء الحديثة أثبتت ماذا؟ انتبهوا، هل أثبتت الخطأ في السببية أم الخطأ في الاقتران؟ الخطأ في الاقتران. ومحل كلامنا في علم الكلام ليس عن الاقتران بل عن السببية، بل في الفيزياء قطعا يقولون لنا أن هناك سبب ولكن هذا السبب غير معروف، فنقول طبعا غير معروف لكم لأن الفيزيائي تجريبي حسي والسببية مفهوم عقلي وليس حسي، فلو قلت أصلا أنك عرفت السبب إذن لم تعد فيزيائيا طبعا، وهنا تقع في مغالطة الخلط بين العلوم. فالشاهد يعني أن وضع كل علم من العلوم في محله هذا يحل كثير من الإشكالات، وقبل أصلا أن يحل الإشكالات ربما لن توجد هذه الإشكالات من أصله لو فعلا احترمنا تخصص كل علم من العلوم ولم نخلط هذه العلوم مع بعضها البعض. طيب قال وإنما غاية ما دلت عليه العادة الاقتران فقط بين الأمرين، فقط الاقتران، أما تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل. أظن أصبح الكلام الآن إن شاء الله واضح. قال ولا منها يتلقى علم ذلك، علم المؤثر لا يؤخذ، العلم بالمؤثر لا يؤخذ من العادة طبعا. نحن حافظين للعقيدة والوصول لله غاية في الفجر ألفين